الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا تتم الدرس حروف اللين. ننتبه إن شاء الله ونكرر كل حرف على حدة لا يقل عن 5 مرات. همزة فتحة آ، واو سكون حرف لين أو، 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 همزة فتحة آ، ياء سكون حرف لين أي، 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 أو أي، أو أي، أو أي، أو أي، أو أي، أو أي، باء فتحة باء، واو سكون حرف لين بو، 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 باء فتحة باء، ياء سكون حرف لين بي، 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 بو بي، بو بي، بو بي، بو بي، بو بي، بو بي، جيم فتحة جاء، واو سكون حرف لين جو، 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 جيم فتحة جاء، ياء سكون حرف لين جي، 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 جو جي، جو جي، جو جي، جو جي، جو جي، جو جي، حاء فتحة حاء، ياء سكون واو سكون حرف لين حو، حاء فتحة حاء، 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 ياء سكون حرف لين حي، 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 حو حي، حو حي، حو حي، حو حي، حو حي. سؤال: ما هو الحرف الذي بعد حرف الحاء اللي احنا شايفينه أمامنا الآن؟ ما هو هذا اسم هذا الحرف؟ نجاوب: خاء. ممتاز. خاء فتحة خاء، واو سكون حرف لين خو، 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 خاء فتحة خاء، ياء سكون حرف لين خي، 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 خو خي، خو خي، خو خي، خو خي، عين فتحة ع، واو سكون حرف لين عو، 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 عين فتحة ع، ياء سكون حرف لين عي، 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 عو عي،
عوعي 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 عوعي. غين فتحة غ واو سكون حرف لين غو. 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 غين فتحة غ ياء سكون حرف لين غي. 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 غو غي غو غي غو غي غو غي. فاء فتحة فاء واو سكون حرف لين فو. 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 فاء فتحة فاء ياء سكون حرف لين في. 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 فو في فو في فو في فو في فو في. سؤال: ما هو الحرف الذي بعد حرف الفاء؟ ما اسم هذا الحرف؟ قاف. ممتاز. قاف فتحة قا واو سكون حرف لين قو. 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 قاف فتحة قا ياء سكون حرف لين قي. 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 قو قي قو قي قو قي قو قي قو قي. كاف فتحة ك واو سكون حرف لين كو. 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 كاف فتحة ك ياء سكون حرف لين كي. 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 كو كي كو كي كو كي كو كي كو كي. سؤال: ما هو الحرف الذي بعد حرف الكاف؟ ما اسم هذا الحرف؟ ما اسم هذا الحرف؟ ميم. ميم ميم فتحة ما واو سكون حرف لين مو. 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 ميم فتحة ما ياء سكون حرف لين مي. 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 مو مي مو مي مو مي مو مي مو مي. واو فتحة و واو سكون حرف لين واو. واو فتحة و واو سكون حرف لين واو. مي واو فتحة و واو سكون حرف لين واو. واو فتحة و واو سكون حرف لين واو. واو فتحة و واو سكون حرف لين واو. واو فتحة و ياء سكون حرف لين وي. 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 واو وي واو وي واو وي واو وي.
واو واي واو واي. سؤال: ما هو الحرف الذي بعد حرف الهاء؟ خطأ. ما اسم هذا الحرف الذي بعد حرف الواو؟ حرف الهاء. الهاء. تمام. طيب ما اسم الحركة التي على حرف الهاء؟ الحركة دي اسمها ايه؟ فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ فتحة. ممتاز. طيب ما اسم الحركة التي على حرف الواو بعد الهاء؟ الحركة دي اسمها ايه؟ فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون؟ سكون. ممتاز. طيب يلا تاني. هاء فتحة هاء، واو سكون حرف لين، هو. 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 هاء فتحة هاء، ياء سكون حرف لين، هي. 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 هو هي هو هي هو هي هو هي هو هي هو هي. آخر حرف في الدرس: ياء فتحة ياء، واو سكون حرف لين، يو. 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 ياء فتحة ياء، ياء سكون حرف لين، يي. 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 يو يي يو يي يو يي يو يي يو يي. وبكده نكون بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من درس ايه؟ حرفي اللين. وحرفي اللين هما الواو والياء. وشرط ان الحرف يكون لين دايما الحرف اللي قبله بيكون ايه؟ مفتوح، مثل هذه الامثله اللي احنا خدناها في درس اليوم. يبقى نحفظ الدرس ده كويس جدا جدا، عشان ان شاء الله الدرس القادم هيكون تدريبات على التنوين واحرف المادة الثلاثة وحرفي اللين مع ايه؟ احكام التجويد بالطريقة اللي احنا ايه؟ اتعلمناها ان شاء الله.